واحد من أكثر الحيوانات اللي بيرتبط اسمها بالقوة هو الذئب. الذئاب في العموم بتعيش في مجموعات منفصلة أشبه بحياة البشر، وكل مجموعة بتتكون من ذكر مسيطر وزوجة وأطفال صغيرين، وبتربطهم ببعض علاقة أسرية سعيدة مليانة حب وإخلاص. وعلى الرغم إن الذئب بيتربع على عرش الحيوانات المخلصة في مملكة الحيوان، إلا إن إخلاص الذئاب مش كامل برضه، وممكن نكتشف حالات من الخيانة لزيادة عدد أفراد القطيع، أو حتى من أجل السيطرة والاستيلاء على مساحات أكبر، وده اللي بيعمله أغلب الحيوانات المفترسة. ولكن المختلف إن في عالم الذئاب الخيانة مش دايما بتعدي على خير، ولو تم اكتشافها ممكن تنتهي بموت الشريك الخاين هو واللي معاه. الخيانة من الأفعال المرفوضة اجتماعيا ودينيا وأخلاقيا، وملهاش أي مبررات في عالم البشر مهما كانت دوافعها، دي حاجة بديهية ومعروفة وكلنا متفقين عليها. ولكن في عالم الحيوان الموضوع ممكن يختلف شويتين، وده لأننا صعب جدا إننا نلاقي حيوانات مخلصة لشريك حياتهم للأبد، وحتى الحيوانات اللي اتشهرت بالوفاء والإخلاص قدر العلماء يثبتوا خيانتهم وبكل سهولة، زي طائر الشحرور مثلا. أنثى طائر الشحرور من الطيور المشهورة بعلاقتها المخلصة، وده لأنها بتفضل مرتبطة بالذكر لمواسم تكاثر كتيرة جدا. العلماء عملوا ايه بقى عشان يثبتوا خيانتهم؟ العلماء جابوا بعض إناث طيور الشحرور وجوزوهم لذكور غير قادرة على الإنجاب، ذكور عندهم عقم يعني، وبعد فترة قصيرة خلفت الإناث مواليد صغيرين، وده معناه إنهم كانوا دايرين على حل شعرهم برا القفص. وطبعا الشحرور الذكر ولا هو هنا، فعلا اللي تحسبه موسى يطلع فرعون. يا ترى ممكن تعملوا ايه لو اكتشفتوا خيانة أقرب الناس ليكم؟ قولولي رأيكم تحت في التعليقات. النعام من ضمن الطيور اللي بتتميز بسرعتها الكبيرة جدا، وسرعتها دي مش بتكون في الجري فقط، ولكنها سريعة كمان في تعدد العلاقات العاطفية. الناس النعام عندها واحدة من أتعس قصص الخيانة في عالم الحيوان، وده لأنها بعد التزاوج وبعد ما بتبيض البيض اللي فيه أبنائها بتسيب البيض للذكر عشان يقدم ليهم الرعاية الكافية، وبتروح هي لذكر تاني وتكمل حياتها بصورة طبيعية. أم مضحية جدا بصراحة. لو رحنا لأعماق البحار فهنلاقي الأخطبوط بيتميز بأغرب العلاقات العاطفية البحرية. هو صحيح عنده إيدين كتير وممكن نحسه من المخلوقات اللي ينفع تلعب بدلها، ولكنه بيفضل يحب ويرتبط بشريك واحد فقط طول حياته. ولما بنقول طول حياته ده مش معناها إخلاص للأبد ولا حاجة، الأخطبوط أصلا عمره قصير وممكن أحيانا يموت بعد 6 شهور فقط، وممكن كمان يتجوز مرة واحدة فقط طول عمره. المشكلة في تزاوج الأخطبوط إن الأنثى بتهجم على الذكر وبتاكله بعد التزاوج، وعشان كده أثناء التزاوج بيحاول الذكر يحافظ على مسافة كافية من الأنثى، وبعد التزاوج بيهرب من قدامها على طول، وده معناه إنه ممكن ما يلحقش يخون ولا يكمل حياته أصلا. الكندس بيعتبر من ألطف الحيوانات المسالمة في العالم، وبيحب يعيش في المية بسلام وسط عيلته وأهله وحبايبه. الكندس من الحيوانات اللي بتربطها بشريك حياتها روابط زوجية قوية جدا، ولكنه زي بعض البشر ممكن يخون شريك حياته أثناء زواجه عادي. ولكن المختلف في حيوان الكندس إن الحياة الزوجية بتستمر حتى بعد الخيانة، يعني ممكن الزوجة تبقى عارفة إن جوزها بيخونها وخلاص راضية بنصيبها. للنحل حوالي 20,000 نوع مختلف موجودين في كل أنحاء العالم، وطبعا بينتجوا لنا العسل الجميل اللي لا غنى عنه في كل بيت. النحل بيخبي ورا جمال العسل نوع من الخيانة مؤلم ومؤثر جدا. ملكة النحل مشهورة بتزوجها مع عدد كبير جدا من الذكور في المرة الواحدة، وممكن يصل عدد الذكور اللي بتتجوزهم الملكة في المرة الواحدة ل40 ذكر. والأسوأ في خيانة الملكة إن كل الذكور بيتم قتلهم بعد التزاوج، يعني خيانة وأسوأ استغلال. يا ترى مين أكتر قصة خيانة أثرت فيكم في حلقتنا النهاردة؟ وهل يا ترى تعرضتوا قبل كده لأي خيانة من أي حد قريب منكم؟ مهتمة جدا أعرف رأيكم تحت في التعليقات، وياريت ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لو أول مرة تشرفونا. كان معاكم أخوكم محمد جابر، وأشوفكم على خير قريب جدا في حلقة جديدة.